قاسم عبد الحميد، فلاح في ميدان تاع الزراعه البيولوجيه في مكناس، مختص في زيت الزيتون البيولوجيه والاعشاب العطريه والطبيه، في نفس الوقت نائب الرئيس تاع الفيدرية المهنيه تاع الفلاحه البيولوجيه اللي تخلقت في 2016 ومتكونه من ثلاثه تاع الجمعيات، المنتجون المحولون وموزعون والمصدرون. هذا العام تنحتفلوا ب القانون الجديد 39/12 اللي اخر مرسوم تطبيقي خرج في سبتمبر 2018، وغادي ان شاء الله هذا العام غادي نحتفلوا في نفس الوقت في المعرض الدولي للفلاحه المكناس، واحد ستاند كبير نتاع 1000 متر كاري، موالفين هذه 5 سنين تنشاركوا ب 15 20 متر كاري. هذا العام غادي نجبدوا كاع الناس اللي تتعاملوا معنا، اللي تبيعوا لنا المواد باش نخدموا، لا التسميد ولا الادويه، بطبيعه الحال البيولوجيه. وغادي نعقدوا بزاف نتاع الاتفاقيات مع هيئات فرنسيه وسويسريه، وعاد عقدنا اتفاقيه مع السيام المعرض الدولي لهذا الفلاح بمكناس، واتفاقيه تدوم 4 سنين. وغادي ان شاء الله من عام لعام غادي نزيدوا نحسنوا في المنتوج ونحسنوا في المساحات ونحسنوا في التصدير، وهذا هو المطلوب من عندنا من طرف الوزاره في العقد البرنامج اللي عندنا مع وزاره الفلاحه. Grâce à vous, vous qui avez relayé l'information de l'Ekbal Jamehiri Kabir, il y a eu des petites appréhensions de la part du grand public qui n'est pas venu dimanche parce qu'il a vu justement les images.